هذا المستشفى الكويتي اللي وراي، هذا مستشفى الكويتي. الكويت اعطانا منحه، وبهاي المنحه قدروا يكملون المستشفى 95%. فالكويت رسلوا كتاب المدير صحه البصره، قال له الباقي عليك. حسب اقوال انه سمعنا، انا ما شايف بعيني حتى اكون منصف، سمعنا انه مدير صحه البصره رد بالكتاب يقول هذا ما محتاجينه هسه، عندنا هواي مستشفيات. علما مدير صحه البصره مستلم ميزانيه، مستلم حصه البصره من خلال الصحه، مستلم ميزانيه حصه البصره. زين عوف صح مدير صحه البصره، محافظ البصره استلمت 4 تريليون. سالت على هذا المستشفى، شوفوا مستشفى عملاق، سالت عليه، غير المفروض منك تجي تكمل هذا المستشفى لاهل البصره؟ احنا نريد شيء صحي، البصره ما بيها صحه فقط، يعني مندمره البصره، يعني الطب للمستشفى خاص وعام، عندك امكانيه الطب الخاص مشت قضيتك ومشت عمليتك، ما عندك بالعام روح اجل 6 اشهر لما ما الله ياخذك. يعني والتالي شلون؟ مدير صحه البصره بدنا نوصل له، قالوا وين؟ بيت الله. مدير صحه البصره راح الموكه. اخباريت الذمه واهل البصره مدير صحه البصره؟ ما نعرف. الصحة وين ويا تجاه رايحة ما ندري. وغير المشاريع هسه اللي نهبت أموالها بالبصرة بخصوص الصحة، وبيد الله هواي حكي. وبعد ورانا مستشفى تركض اللي ضال على النص، هم كامل 95% محتاج دكاتر، وما شاء الله الخريجين ضالين عندنا كلهم متخرجين وقاعدين وعمالقة، بس اللي يعينهم منو ويشغل مستشفى تركي؟ معودين البصرة مدروسة أمرا.